ارسنال وين تكلموا على ميكل ارتيتا المدرب الجديد لارسنال، وين اول مباراه اول تعادل خارج الديار كما نقولوا حنايا خارج الديار، وين شفنا كيفاش بورتموند يتعثر داخل ديار امام ارسنال، وين ارسنال شفنا كيفاش اوبانيونغ وين عدل النتيجه في الدقيقه 63 في الشوط الثاني بعد ما كان دان الذي سجل في الشوط الاول في الدقيقه 35. يعني كانت ايدي هوبي المدرب تاع بورتموند اللي دخل بالتشكيله والخطه 3-5-2. شفنا كيفاش ارتيتا مدرب الجديد تاع ارسنال اللي دخل بخطه 4-2-3-1. يعني كانت المباراه شفنا نقولوا بلي بورتموند وين نقولوا بلي وين ارسنال وين ضيع الكثير، وين سيطره خاصه سيطره كبيره، وين 60% استحواذ 40% بالنسبه لبورتموند استحواذ. شفنا التمريرات وين 277 تمريره لبورتموند، ارسنال 516 تمريره. يعني نقولوا بلي شفنا كيفاش من جانب ارسنال مسعود اوزيل، شفنا بيرر، شفنا المسجل الهدف اوبانيوك، شفنا اسكندر لاغازيت، شفنا كيفاش كان جوزيف ويلياك، شفنا كيفاش نيكولاس. يعني كانت المباراه شفنا بينالد ليون الحارس تاع ارسنال الذي انقذ المرمى تاعو رغم انه سجلوا عليه هدف في الشوط الاول، لكن انقذ المرمى تاعو. شفنا كينغ، شفنا هاري، شفنا فيليبي من جانب بورتموند، شفنا ستيف كوك، شفنا كريس، يعني كانت جاك. شفنا كانت المباراه مباراه كانت شيقه، مباراه كانت شفنا فيها اهداف، شفنا فيها الكثير والكثير في هذه المباراه، وين كانت مباراه تاع مدرب جديد الأرسنال. شفنا كيفاش أرسنال عرف كيفاش يعدل النتيجة في الدقيقة 63، حافظ على التعادل وين أضاع الكثير من الأهداف، وين شفنا لوكاس، شفنا كيفاش ضيع في 54، شفنا في 64، في 68 وين أوبانيوغ أضاع هدف ثاني، كذلك لاكازيت كذلك في 93 وين أضاع هدف كان محقق. يعني كانت المباراة شيقة، مباراة كانت جميلة، مباراة كانت تاع كبار. هذه هي وين أرسنال ربما يعود مع هذا المدرب دماء جديده، لاعبين وين مع مدرب بالك يسيبوا راحتهم ويعاودوا، خاصه ارسنال الفريق العريق. هذه هي دور الانجليزي الممتاز، بورتموند هدف، ارسنال هدف في الجوله 19. سعيدوا.